محمد الشيخ ابو عبد الله. هلا ابو بدر، رحب فيك، رحب في الزملاء والمتابعين. خساره لا شك مؤلمه باعتبار خسرنا 3 نقاط في وقت كنا قادرين على ان نحسم التاهل، ومؤلمه اكثر ان المنتخب لم يظهر في هذه المباراه، لم يظهر. شاهدنا لاعبين يركضون في الملعب بدون اي اداء يمكن ان نثمن لهم على الاقل. بانت علاماتها في مباراه عمان، المباراه الاخيره. بالضبط، هذه تبعات مباراه عمان، وتبعات ايضا الفارق الزمني بين المباراتين والسفر على مدى 15 ساعة وتغير الساعة البيولوجية، كلها أسباب، ولكن أيضا هناك أسباب فنية رئيسية تبدأ من رينارد وتتمدد عند اللاعبين حتى على مستوى العطاء، وإن كان الخيارات التكتيكية والتغييرات كلها. ولكن لا أعتقد أننا خسرنا معركة التأهل، خسرنا جولة واحدة فقط من رحلة طويلة امتدت بنجاحات كبيرة. منتخب اليابان هذا خسر مباراتين، منتخب استراليا خسر مباراة وتعادل 3 مرات، هي لعبة التصفيات. المهم أن نبقى في الطريق نحو نحو المونديال، وإحنا أمامنا فرصة ذهبية اليوم بفوز عمان أو بتعادل عمان مع استراليا يؤكد قدرتنا حتى على الفوز على استراليا، وأيضا بخسارة الصين من فيتنام يؤكد أن مباراة فيتنام يفترض منطقا واقعا بكل الاعتبارات أنها تكون بيدي. ولذلك ردات الفعل أعنف بكثير مما حصل، أعنف، بل هناك من يمثل ردة الفعل هذه العنيفة يسمح لي بطريقة انتهازية مكشوفة، مرة يحمل المدرب بطريقة أو بأخرى على التشكيلة والاختيارات، ومرة يختار نوعية معينة من اللاعبين وهم الذين كانوا يحملون المنتخب في الأيام الماضية، ولكن لم نفرزهم. المنتخب كله يتجزأ، ولكن معيب. لكن أنا أقول لو التفتنا لهذه الأصوات لما وصل المنتخب اليوم لأن يكون متصدر أقوى المجموعتين، بالتالي ثقتنا كبيرة في أبطالنا، ثقتنا كبيرة في مسيري المنتخب، وقبلها ثقتنا كبيرة في قائد الرياضة السعودي الأمير عبد الملك الفيصل. معاكم حتى الوصول للدوحة.